فوزه بالمركز الثالث. مشاهدينا الكرام، انطلاقه ثالثه جديده ومحمد بن بريك المري. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء، شكرا لكافه الاخوه الزملاء سعد بن متلع وحمد بن محمد، وابارك واهني لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني من خلال انتزاع الواعيه للشوط الاول الرئيسي لاقوى اشواط هذه الفتره المسائيه، وايضا ازف التهاني لسالم بن فاران، وايضا اهني صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود من خلال انتزاع نبراس لاقوى اشواط القعدان. انطلاقه جديده مشاهدينا الاعزاء ومقدمه الشوط ومن تحتل المركز الاول تقدير لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني، والتضمير مع سالم بن فاران، ولكن ينخطف المركز الاول من خلال كلايف لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وعملية التضمير مع سالم بن فاران، وتليها في المركز الثاني تقدير أيضا لذات الشعار، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، التضمير أيضا مع سالم بن فاران، والنقلة والدور دور المركز الثالث الذيبة لصالح بن حمد بن هاملة المري. وننتقل إلى رابع المراكز، بنت رياض لعلي بن عبد الهادي بن عبده المري، ونقلة أخرى إلى المركز الخامس، هنا سيطرة لسمو الأمير عبد العزيز عبد الله بن سعد بن جلوي، لسمو الأمير عبد الله بن سعد بن جلوي، والتضمير مع طالب بن سالم بن مقبل المري. هذه الخمس المراكز الأولى المتقدمة في هذا النداء الأول، ونحن أيضا ننتظر أسماء لم يحن موعد دخولها والعود إلى كلايف. يا سلام شعار الواعية وشعار العديد من الهجن السبق التي مثلت هذا الشعار، وخير دليل الواعية من انتزعت أقوى وخيرة الأشواط. انتصفت المسافة مشاهدينا الأعزاء، والثنائي الجميل على مقدمة الشوط كلايف وأيضا تقدير. يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله، يا هذا الشعار يسيطر، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على المركزين الأول كلايف والثاني تقدير، أيضا التضمير مع سالم بن فاران المري. هذه في مقدمة الشوط النقلة والدور دور المركز الثالث، وصلت الذيبة صالح بن حمد بن هاملة على ثالث المراكز، والنقلة والدور دور المركز الرابع سيطرة لسمو الأمير عبد الله بن سعد بن جلوي، وعملية التضمير مع طالب بن سالم بن مقبل. وننتقل إلى خامس المراكز، المركز الخامس منحاف لسعادة الشيخ بنت رياض لعلي بن عبد الهادي بن عبده المري. هذه الخمس الأولى، واقتربت الشعارات مشاهدينا الأعزاء خلف الشاشة كما تشاهدون، الشعارات تلتحم مع بعضها البعض. 1200 متر، يا سلام، بدأنا من الأمتار الحساسة، بدأنا من الأمتار المخيفة، وامسكوا أعصابكم يا مضمرين. يا سلام، ما زالت كلايف، ما زالت كلايف تقود الشوط، ولكن تقدير تتسلل على حساب كلايف بنفس الشعار، ولكن من بدأ تتسلل، يا سلام، شعار سمو الأمير بدأ يتسلل، شعار سمو الأمير عبد الله بن سعد بن جلوي بدأ يتسلل على ظهر الذيبة، ولا سيطرة سيطرة سيطرة. والكيلو الأخير اقتحمنا وتغلغلنا ودخلنا الكيلو الأخير، يا سلام يا سيطرة، يا سلام يا سيطرة، انطلقت بشعار سمو الأمير عبد الله بن سعد بن جلوي آل سعود في مقدمة الشوط المركز الثاني، من بدأت تتسلل. وهنا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب عبيد بن شيران في التضمير. المركز الثاني بنت رياض علي بن عبد الهادي بن عبده، والعودة إلى سيطرة. يا سلام، بانت المنصة، اقتربت المنصة مشاهدينا الأعزاء، سيطرة والشاهينية، الشاهينية انطلقت، انطلقت الشاهينية، انطلقت مشاهدينا الأعزاء بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب. 400 متر يا بن شيران، 400 متر تفصل الشاهينية عن انتزاع نقطة الشوط، وسلام زعبيل، سلام سلام دولة الإمارات، سلام دانت الدنيا دبي، سلام لدبي، سلام
يا سلام يا العمدة يرافقها العمدة، وسلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب على هذا الفوز المستحق. وللمعلومة بدون أوامر 100 متر فقط، 100 متر وخط النهاية، يقف احتراما لهذا القدوم الميمون. سلام سلام سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الثاني سيطرة لسمو الأمير عبد الله بن سعد آل جلوي. المركز الثالث من ترياض علي بن عبد الهادي بن عبده المري. المركز الرابع من حافلي سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. وخامس المراكز، المركز الخامس الشاهينية لسعد بن طالب بن شريم المري. كانت هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمس المراكز الأولى، ونشاهد لحظة وصول الشاهينية ولحظة انطلاقها إلى خط النهاية. قطعت المسافة في 6 دقائق 12 ثانية. بالوفاء والتمام، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وتهانينا لعبيد بن شينان المري على التضمير الممتاز. المركز الثاني سيطرة 6 دقائق 12 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك سيطرة سمو الأمير عبد الله بن سعد آل جلوي، وتهانينا لطالب بن سالم بن مقبل. المركز الثالث بنت رياض 6 دقائق 13 ثانية و9 أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك بنت رياض